السياسي والمجلس الوطني ينعقد هذا اللقاء كما أسلف الأخ الحبيب في ظروف دقيقة. يمكن أن نقول إنها مفصلية، ويمكن أن تكون لها انعكاسات على مجمل المشهد السياسي وعلى باقي المناحي الاجتماعية. ينعقد اللقاء بعد حوالي شهر من صدور قرار مجلس الأمن بخصوص صحرائنا، والذي قد يعتقد بعض قاصر النظر أنه لم يأتي بجديد باعتبار أن ما جاء به تقريبا هو ما ورد في القرارات التي توالت منذ 15 سنة. لكن حين نتمعن القرار في السياق الذي كان يعرف محاولات لاستغلال عودة الديمقراطيين لحكم الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتفاف على القرار الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ومن أجل العودة إلى وضع مطلب تمديد مهام من الرسول تشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، مما يعد لو حدث انتقاصا من السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية في أبعادها السياسية والإدارية. قد انقلب السحر على الساحر، وبفعل الدبلوماسية الحكيمة التي يسهر عليها جلالة الملك لم نكتف فقط بتجاوز هذه المطبات، بل حققنا مكتسبات أرى أنها من الأهمية بمكان. من أهم الملاحظات التي يجب أن ننطلق منها في أفق تحضير المؤتمر الحادي عشر المقبل أن عالم اليوم مختلف جدا عن عالم الأمس، وبالتالي معارضة اليوم يجب أن تكون كذلك مختلفة عن معارضة الأمس لأسباب موضوعية واقعية تلزمنا أن نتكيف وأن نجعل من المؤتمر الحادي عشر مؤتمر نوعي على مستوى الإبداع في كل ما له علاقة بالصياغة التنظيمية، الإبداع في كل ما له علاقة بالحلول البديلة، الإبداع في كل ما له علاقة بتحليلنا للوضع الوطني، للوضع الدولي، للوضع الجهوي، للوضع الإقليمي بطبيعة الحال. كل ذلك يؤسس لأرضية التي سنعمل على تحضيرها، أرضية تساعدنا على صياغة الأجوبة لكل هذه القضايا التي نعتبرها مهمة جدا، والتي ترهن مستقبل المغرب اقتصاديا، اجتماعيا، مجاليا، مؤسساتيا، سياسيا كذلك. بمعنى آخر أن هذا المؤتمر نجاحه مرتبط بقدرته على توحيد الاتحاديين، وهذه القدرة على توحيد الاتحاديين مرتبطة كذلك بقدرتنا على الانفتاح على كل الطاقات بالنسبة للمستقبل، والانفتاح على الطاقات سيساعدنا بدون شك على جعل هذا المؤتمر مؤتمر نوعي، مؤتمر سيساعد على فتح آفاق جديدة بدون شك، وسنشتغل على أساس جعل هذا المؤتمر مؤتمر الحداثة من أجل جعل اليسار موحد قدر الإمكان. سنقترح مجموعة من المبادرات في هذا المجال، وبدون شك أن المبادرات التي سنقترحها انطلاقا من المؤتمر ستساعد على فتح آفاق جديدة. قلت لك المجلس الوطني هو واحد اللحظة قانونية وسياسية. قانونية لأنه حزب منتظم في عقد الدورات ديال المجلس الوطني ديالو، عنده سي ديزيشيونس
تتفرضهم القانون وتتفرضهم الحاجة السياسية. وهذا المجلس الوطني هو مجلس خاص لأنه جدول الأعمال ديالو هو تحضير المؤتمر 11، وبالتالي اليوم سمعتوا الكلمة الكاتب الأول تقرير المكتب السياسي في حمولة كبرى، ماشي فقط عندها علاقة بالمؤتمر ولكن عندها علاقة بالسياق الوطني، بقضية الصحراء المغربية، بهذا الشيء ديال التغول الثلاثي للحكومة، مواقفنا منه بطبيعة الحال كيطرح دي بيرسبكتيف للمؤتمر، هالأسئلة اللي خصو يجاوب عليها في السياسة وفي التنظيم. اليوم في الحقيقة كاين شعور عند الاتحاديين كاملين بأنه تيخصنا نمشيو نديرو واحد العرض تنظيمي، ينوفخ اللي سميناها النموذج التنظيمي الجديد، النموذج التنظيمي اللي غيبدل كاع هذا البناء اللي كيعيشو الحزب من 75 اليوم. وبالتالي الطموح هو أنه نخلقوا واحد الحزب، واحد البنية، فضاء، ان اسباس فين كاع المغاربة اللي كيديروا السياسة، اللي كيديروا العمل المدني، اللي كيديروا العمل الاجتماعي، كيلقاو راسهم في هذه البنية الحزبية. لأن تتعرفوا بأنه، وهذه حتى الباحثين تيقولوها، تاريخ المغرب هو تاريخ الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي الاتحاد الاشتراكي خصو يكون كذلك في المستوى في هذه اللحظة المؤتمر باش يعطي للمغاربة واحد العرض سياسي. وحنا بطبيعة الحال كنا من الناس اللي خلقنا تراكم في السياسة في المغرب، وحتى في هذه المدة الأخيرة، لا في الجائحة ولا قبل الجائحة ولا من بعد منها. وبالتالي حنا طامحين أننا نمشيو نخلقوا واحد المشروع تنظيمي وسياسي جديد للمغاربة بطبيعة الحال، ونديروا قيادة اللي غتحقق هذا الشيء، فين كاع الفئات المغاربة، لا الأطور ولا المناضلين ولا الفلاحين ولا الشباب ولا النساء ولا المنتخبين، تلقاو راسهم في واحد العملية، في واحد الإطار اللي كلهم كيبنيو واحد المشروع اللي كيخلينا نأهلوا راسنا، ماشي الانتخابات، لأن احنا ما جيناش غير نديروا الانتخابات، ولكن كنأهلوا راسنا باش نكونوا حزب وطني كما كنا دائما. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.